اسمقل إذا وشونك صاحبي الملك استو هذا جوكتان هل كنوا جنال كتاب قلك وركا وطبعاً كبيش صدحاد سنتكلم كل بطنية فرق هذا بدا وجو وين وركا ندينا هنا وحكم إذا ففهمنا درادة أي معلومات عصب أول جهليو دبكي حقنا إيمان تككعي السوق بكرها إيم قلده مقدشو هذا با محي أهيد صاب تكدم بيسي دبكاسي عيدا مدى أمانكا دولة سوماليا غران كوا بوليسكا أو مانت جواب أذك بيعيي ويرر كيلو أديك سدي هو بياشا إي حالي لكو غراعي حافظة كترسن مغالا دو مقدشو إيا غونا كعان تكو صور ديجي هو بياشي وقو بطنا أنين سومالي لان وغي ميد سيدو وقو بيري لها مليشيا دا شباب أو لغبتي حكونا ديكنا لغوري دي وزير أحمد معلم فيقي أوشاقي عين صدون سنكدب أعلان كسوماليا لغد جين دونو مغالا دهار كيسا رئيس الوزاري حمزة أو حاريك كجري ودد حوش إلا إكس كنترول أفغوية عيوه وفقاركو يالك اسمايو أو لغو توقتي نين ديلي هوي ديسا عند صاحب يلو حيا هاين قطب بدو قدر كران ورك جانل كدب قلك وررك هديت كو عصب تاي جانل كن كوصو بيرو سبسكريب سار موقال كلك سار شير كريو لو دك صاحب دا قدكو ما سنت هاي عند كميتي صاحب دو جانل كن هاتن وركي يوفت سن فافاهن ديرا دا اي معلومات عصب يلقيه ليا دبكي حوغنا ايمان تك كعي سوقا بكرا يمغل دو مقدشو أفين كبوليس كسومالية قاسم أحمد روبلي أيا شاكي اندبكا او كدشي قرح لديكي قوب قشينا او كتالا سوق كدبنا سيداس او قسي في ذي قوبة كلا تاسو صبتي قبشادا او قياران هالقفا ياكو دينتي قرح الدعاي كور انتوسن كي اندبكا وعان جراه داواعي كلا سيدو حقيجي أفينكو وسيدو كلا واحد جرى قسارة باحد الليه او قيستي دبكا ساكي قبصدي قيبكا ميداه السوق بكاراه مغالدو مقدشو دقدقاق السوق يا سيدو كلا احاكت غلي وحانا سامين قودكو يشي دبكا مانتكا كعيها الكاسي قوبشاد السوق بكاراه ايا مرربدن صول اللابطي دولة دونا مبارتو صابتك انت دبكا سنة دولبا او قيران هالمركا كعيها السوق بكاراه أدنك كلنا بوليس كسوماليا يا كعنت كودجي هو بياشي وجو بدنا كواسو قرشو أها إن لجو قرعة مقدشو عيد مدا ما إنك الدولة السومالية قرهان كوا بوليس كيا مانتا جوابك بيحيي ويرر كيلو أديك سيد هو بياشة إيه حالا لجو قرعة حافظة كترسن مقالة ده مقدشو هو بياشة يا لجو سوطوري إن عدك مدا يخشيد سيد إشاعية إن سراكيش الله مه أمنك السومالية سدح كمدا وحل حقيجي عينيكو كلا دعين تقموينكا بونديري يا عبد العزيز وحنا لسووريي قصاري عن بطنين اوغو يران هل اسكريه ايا كودا وعمي هو بيه كوباد او كوداعي قدا حيرادة قاديد كعيدن كبولس كسوماليات او كتالة تقمد عبد العزيز افعين كبولس كقاسم احمد روبلي او ماانتا شرجرايت كو قبتي تقمد دينيلا يا صوب اندقي هو بيال ايهوب كاليه او تربادن اللوغو سوقبتي هول قلو أحب كان الله صوبن دقي ورياشة يشعب كسوماليات أيوة حلقو صغبتي هولق الله علوس ويعيد مدو كسميان قريوكو يالا عاسي مدى قاسم أحمد روبلي أيوة شاكي عين إلا بقول أفرتن حبو أهو بيه كعانتا لقو صور دقي أحنو شعب كوغو باقي عين إكلا شقيان أمان كعاسي مدى مدوين كي وقودن بي أمان كمغالدو مقدشو أيا آد وسو هقاقي وحانا سعودا دادا لبادن أوها يدها أمنيكي دولادة سوماليا أي ودان سي أمني بوحا أي أهلان دادككونو العاصمة دا إلينا عاكالة أنين سومالي لان كاقي يميد سيدوغو بيري لها مليشي دا شباب أيا لغبتي حكونا يانا لغوريدي محكمة دا درجيدو كوباد إعيدا مدى قلب كسيدا إن سوماليا أيا حكون أدق أو حبسي كوريدي أحمد بري محمود قوليد أو لغبتي حلو كسي جدي ديغانة دا مليشي دا شباب أي معمولان سيوغو بيركو حداسي أنين كاني أيا كسو أمبو بحي ديغان كا غر أدق أو كترسن غوبل كسناغ أو أسلحان كسو جيدو وحانو كسي جدي دقمة جليب اي قبل كجوبة دحي عالكا سو مليشي ده شباب اي كل ايضاي حارون تا اوغو اينا اي تاو بركا كسيان دادكا كسو بيرا
maxkamada ayaa sheegtay in ku biirista al-shabaab ninkan uu ku tashkiiliyey in lagu magacaabo aadan yarow oo isla ahaayeen reer gar adag balse jooga jilib isagoo u sheegay in maalintii mushaar ahaan uu qaadan doono lacag dhan million iyo shan boqol oo shilin soomaaliya bishiina uu qaadan doono kun iyo laba boqol oo dollarka maraykanka uuna la shaqayn doono maleeshiyada waxaa lagu soo xiray nin ganacsada ah oo baqaar bagaashka lagu iibiyo kuleh magaalada burco laguna magacaabo axmed kaas oo soo saaray gawaarida soo aada buu hodle si uu ugu sii gudbo koonfurta soomaaliya ninkan ayaana maalmo kadib soo galay magaalada muqdisho oo damacsana inuu kaga sii gudbo jilib hase yeeshee waxaa lagu qabtay deegaanka ceelasha biyaha xilli uu bilaabayay safarkiisa ku biirista maleeshiyada shabaab iyo aadista jilib ciidanka qarsoon ee nisa ayaa kasoo xiray ceelasha biyaha lix iyo labaatankii bishii nofembar ee sanadkii tegay baaris dheer kadib xafiiska xeer ilaalinta maxkamadda ciidamada ayaa codsaday qaadista kiiskan waxaana laga ogolaaday afar iyo tobankii bishii febraayo ee sanadkani garsoorka maxkamadda ciidamada qalabka sida oo waqti ku filan siiyey dhinacyada dacwadda ayaa ugu dambeyn maanta waxay ku xukuntay axmed barre maxamuud guuleed shan sano oo xabsi ciidana dhinaca kalena wasiir fiqi ayaa sheegay in soddon sano kadib caalamka soomaaliya laga dejin doono hargeysa wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda soomaaliya axmed macalin fiqi ayaa ka hadlay qadiyadda somalilan isagoo sheegay in soddon sano kadib caalamka soomaaliya la geyn doono hargeysa fiqi ayaa shaaca ka qaaday in dowladda federaalka soomaaliya ay soo afjari doonto waxa uu ugu yeeray ruwaayadda soddon sano jirsatay ee uu kala jeedo goonishitaaga somalilan sidoo kale waxa uu tilmaamay in haatan dowladda soomaaliya ay ka go-an tahay in la soo celiyo midnimada soomaaliya somalilanna ay qayb ka noqoto dowladnimada dalka si kastaba ha ahaatee hadalkan waxa uu ku soo aadayaa iyadoo dhowaan wadahadallo u dhexeeyey dowladda dhexe iyo somalilan ay ka bilowdeen dalka jabuuti kuwaasoo qeybu ka ahaa wasiirka arrimaha gudaha axmed macalin fiqi oo ka mid ahaa wafuuddii la socotay madaxweyne xasan sheekh maxamuud docoda kalena ra-iisul wasaare xamza ayaa xariga ka jaray wadada xoosh ilaa ex control af gooye ra-iisul wasaare xukuumadda federaalka soomaaliya xamse cabdi barre ayaa maanta xariga ka jaray dhismaha wadada laamiga ee isku xirta xoosh ilaa ex control af gooye ee magaalada muqdisho ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay horumarka ay ku tallaabsatay caasimaddu inaan la xaqiijin lahayn haddii aan amniga wax laga qaban isagoo xusay in horumarka iyo amnigu ay yihiin laba isku xiran oo haddii mid la waayo kan kale uu meesha ka baxayo ra-iisul wasaaraha xukuumadda ayaa maamulka gobolka banaadir iyo hay-adaha ammaanka uga mahadceliyey siday kaga go-an tahay nadiifinta magaalada si dib loogu soo celiyo bilicdii iyo amnigii ay ku suntanayd caasimaddu ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa ugu baaqay muwaadiniinta soomaaliyeed in canshuurta ay bixiyaan si loogu horumariyo dibudhiska dalka waxaana uu faray dadka degan xarumaha deynta guud in ay bannayaan si bulshada loogu adeego dibna loogu dhiso ugu dambeenna fagaaro ku yaalla kismaayo ayaa lagu toogtay nin dilay hooyadii maxkamadda darajada koowaad ee degmada kismaayo ayaa maanta xukun dile ku fulisay xasan cabdulla iyo cabdi shire oo ku eedeysnaa inuu dilay hooyadii maxkamadda ayaa lix iyo tobankii bishii oktoobar ku heshay inuu dilaya ninkna hooyadii iyadoo ku xukuntay dil toogasho ninkan ayay ku caddaatay in hooyadii xaliime maxamed cumar uu koo iyo tobankii bishii juun ee sanadkii hore ku dilay xaafadda farjanno gaar ahaan dhinaca dalxiiska isagoo adeegsanaya mindi dilka ayaa xilligaas ka dhacay hooygii ay ka deganaayeen xaafaddaas waxaanay ciidamada amnigu daqiiqada kadib ku guulaysteen in gacanta ay ku soo dhigaan ninkaasi oo sida la sheegay ka baxsaday goobtii dilka uu ka geystay marxuumada xaliimo maxamed cumar ayaa la sheegay in wiilkeeda ay dalka dib ugu soo celisay dhaqan celin ahaan sida uu horeen warbaahintu u sheegay taliya ku-xigeenka ciidanka booliska jubbaland gaashaan la sare xuseen cali xaashi maxkamadda darajada koowaad ee kismaayo ayaa mar sii horreysay xaqiijisay in isbitaalka dhimirka ee dahraan mental hospital ee magaaladaas uu soo caddeeyey in xasan cabdulaahi uu caafimaadkiisu wanaagsan yahay islamarkaana aanu qabin xanuunka dhimirka xukunka dilka ee lagu fuliyey xasan cabdulaahi ayaa qisaasta marxuumadda xaliime maxamed cumar
gudahan saaxiibyaalo aniga inta warka channelka dabagalka wararka hadii aad ku cusubtay channelkan ku soo biiro subscribe sar muuqaalka like sar share gareeyo la wadaag saaxiibada adkuma santa ina dawtoorkan mid ka xiga intan ku kulmi doono nabadgelyo.